أول حاجة حاب أرحب بالكابتن محمد بركات وأقول له بصراحة إحنا كجمهور النادي الأهلي السعودي من عشاقك وما حننسى الأيام الجميلة اللي قضيتها معانا ومن أجمل أهدافك قدام الأفريق التونسي، فما زلت ما زلت ما زلت ساكن قلوب الأهلاويين السعوديين، وأرحب فيك من المملكة العربية السعودية فيصل المرايشد. حاب أمسي على الكابتن محمد بركات وأقول إنه هو كان من أفضل المحترفين اللي مروا على الأهلي السعودي، مش هنسى هدفه في الأفريق التونسي في البطولة العربية. تحفة. سلام يا نجم. حسين عبد الغني بيرفع كرة إلى منتصف منطقة الجزاء تماما، تتخلص من رؤوف بوزيان، من رضوان بوزيان، وتصل إلى طلال مشعل على قوس منطقة الجزاء، يتقدم بركات. هدف للأهلي، هدف للأهلي في الدقيقة 23. حاب امسي على اللاعب محمد بركات وحاب اقول له انه انت من اللاعبين اللي مستحيل ننساهم، وكان لك فعلا بصمه وتركت بصمه في الدوري السعودي، وكنت من اميز اللاعبين، ونتمنى لك دوم التوفيق يا كابتن ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا حماد ابو حافه من جده، وانا محبين الكابتن محمد بركات. الصراحه انا مفتقده في الملاعب السعوديه، كنا حابين انه يطول معانا. اتحادي صميم ومحب للاعب الكبير محمد بركات، حاب اوجه له شكر، قدم لنا كوره ممتعه داخل الملعب واخلاق خارج الملعب وداخل الملعب. اقول له ان شاء الله ربنا يكتب له خير في حياته الجايه، وشكرا، محبك من جده سعد وحيد.